السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحمل المثال دوت عن الإفادة على لوكود، إذا كان نوم أو يس، وإيه الفرق بينهم، وإيه الإفادة منها عن طريق أمر في الضغط على زرار، أو الأمر التلقائي عند تحميل النموذج. وهنا هنعمل فورم بسيط كده، أدي أول فورم أهي، وهنعمل جدول في بعض البيانات، وليكن هنا كود الصنف وهكذا وهكذا. بس الأمثلة عشان نقدر كل مرة نعرف كل حاجة لوحدها، فيديو لوحده مقل يعني نشرح هنا بس اسم الصنف. طبعا تنوع تكست محسن، هنا مثلا رمان بيل، كاوتش هنا مثلا صاج جانب، اي حاجه اي اصناف يعني، رفرف هنا، عجل كاوتش اي حاجه، بدي امثله يعني. كوبايات ده ما انا بقى اشوف ده من اللي على المكتب يعني، عشان موبايل ايه تاني جنبي، القلم، ايه تاني، سماعة. طبعا هنا ايه الكميات المباعة، طبعا هو المفروض نوع نمبر مش تكست، عشان ايه لا الكميات مش مبالغ فيها او كده، يخليها بس عشان تبقى واقعية. تمام، احنا كده هنحولها الى فورم متعدد، او كده هتسمى باسم تيبل 1، او طبعا علشان نكون الرؤية توضح معانا شوية، هنكتب هنا فوق هنا الكميات، وهنا الاسم، اسم الصنف، وهنا كود الصرف. طبعا احنا الكلام ده ما ملوش اي لازمه، مع ان اصلا ده مثال ما تفرقش معايا، بس يلا مش مشكله، هنشيل وهنخلي كود الصرف ده دايما بيبقى موجود في اليمين، يعني عشان احنا لغه عربيه. والتاني حاجه بتبقى في الغالب بتبقى الاسم، بعد كده الكميات، وبعد كده الوحده والسعر، واحده مش هنعملها. هنسيف، هنيجي هنا عند المثال فورمولا 1 ونزق العملية ديت علشان خاطر نشوفها معانا مع بعض كده. نحاول نتخيل البرنامج بتاعك مثلا عبارة عن جزء علوي في بعض داتا العملاء والتاريخ ورقم الفاتوره والكلام ده، وهنا ظهرت معاك الاصناف بناء على السيرش انت عملته. طبعا انا الكلام ده شرحه كتير في البرامج اللي انا بعملها. عايزين نلاقي ايه افاده الليكويد دي. هنا مثلا لما يكون الفاتح ده له صلاحيه، يعني مثلا احنا بنربطها ازاي، عايزين تكست بوكس ده رقم اليوزر نيم اللي هو، هنعمل بس الاول جدول، وهو هنا التكست بوكس، وهنا رقم 1. وهنعمل اللي هو دي لوك اب علشان نقدر نجيب الناتج دي من خلال تيبل 2. طبعا اليوزر المستخدم هو مستخدم رقم 1، هنا يظهر معانا رقم 1، هنا المفروض يظهر معانا رقم 1. يعني احنا دلوقتي هنجيبها رقم 1 ده منين؟ طبعا هنا مكتوب تيبل 2، نيجي تكتب تيبل 2، وهنا وجدني الخانه اللي مكتوب عليها فيلد 1 اهو، وهناخد الكلام ده وهنضيفه هنا في كنترول سورس. تمام كده،
يبقى اصبح كده معانا ظهرت معانا واحد كده. عايزين نقول له والله لو واحد ده المستخدم رقم واحد فتح يقدر يعدل، انما المستخدم اتنين ما يقدرش يعدل. طيب نعملها ازاي؟ هنقول هنا طبعا الكلام ده مرتبط بالمساعد فورم، ده اسمه مساعد فورم تيبل 1. هنقول عند التحميل طبعا هنعرف الاول، لازم تعرف الاول التكست بوكس ده اسم معاليه هو التكست واحد. هنقول والله اول ما تفتح اللي هو عند اللود دوت اللي هو عند التحميل، اسرع كده معانا بقى شويه، لو مي دوت تكست 1، والله لو تكست 1 ده بتساوي ايه بقى؟ بتساوي واحد، مي دوت تيبل 1 اللي هو مساعد اللي هو الفورم ده دوت ليكويد. تعالى ما اشوف ليكويد دي مكتوبه ازاي. لوكيت طيب بتساوي نو إلس اي حد غير واحد اللي هو الادمن بتساوي تو. بعد كده اند الكلام ده عند التحميل كده هو بيساوي واحد، كده بقدر اعدل اهو. انما لو هو المستخدم رقم اتنين هو اللي فتح دلوقتي، ايه اللي ممكن يحصل؟ مين فتح اهو؟ مقدرش اعدل اهو، شايفين ايدي على الكيبورد اهو. فانا هديك المثال ده تحمله، هو مثال هايف الصراحه يعني ما تزعلش مني، بس برضه احيانا الناس ايه لما بتقعد تعمل حاجه بتتزنق في برنامج وهو بيشرح حاجه بيستدعي للامثله ويفضل يشوف تتعمل ازاي والكلام ده. هو انا معاك اللي هو مثال لا يستدعي ان تحمله، بس برضه انا هسيبه في الاسفل الفيديو والرابط، اللي عايز يحمله حمله، مش عايز يحمله ما يحملوش، ما تفرقش معايا. بس اهم حاجه تعرف ان الليكويد دي مهمه جدا في الصلاحيات، لما تكون صلاحيه وحده. وهتقول لي دلوقتي هو ايه اللي انت عامله ده، وفين الصلاحيات وفين المستخدم وفين؟ لا ما هو لك انا بشرح المثال بناء على الفكر اللي في دماغك اللي انت هتعمله. انا البرامج اللي عندي بعملها فيها، في برنامج ان شاء الله بتاع كاشير المطعم ده هيبقى فيه صلاحيات، وخد بالك بقى عشان ايه الادمن هو ليه الحق اللي هو يعدل في كل حاجه، انما اي حد غير الادمن يحدده فلان الفلان اللي لو داخل عند الفاتوره معايا يعلم بس علامة صح، يقدر ايه؟ يقدر يعدل هذا الفلان ده، انما اي حد تاني غيره مش ايه؟ ما يقدرش يعدل. دي بس ايه؟ رؤية كده عشان ايه؟ خاطر تتخيل معاك البرنامج اللي انت بتصممه وفي الافكار الايه؟ الموجودة في الايه؟ قائمة التشغيل دي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.